الجزء الآخر من هذا التصريح، الرجل أذكى من المرأة. الجزء الآخر الذي يعالجه المنطق هو الاستدلال. تحدثنا عن التعريفات، حينما يصرح أحد بهذا التصريح أو يزعم هذا الزعم يحتاج إلى دقة في التعريف، ما الذي يقصده بالرجل، ما الذي يقصده بالذكاء، ما الذي يقصده بالمرأة، أي نوع من أنواع الرجل أو المرأة. لا، الجزء الثاني هو الاستدلال. الاستدلال هو ننظر إلى حجية هذا الكلام، أن هل حجته صحيحة أم لا. لكن لنصل إلى ذلك ينبغي أن نتفق أولا في التعريفات. الاتفاق في التعريفات جدا مهم. بعد ذلك، بعد أن نتفق على التعريفات، أن الذكاء الذي نقصده هو ذكاء عاطفي مثلا، ربما ذكاء علمي، ذكاء مقياس رياضي مثلا أو كذا. إذا اتفقنا ما نقصده بأن الرجل أذكى من المرأة في ربما الذكاء الرياضي، هنا نستطيع أن ننتقل إلى الجزء الآخر. هل فعل بالفعل أن هل الرجل أذكى من المرأة فعليا؟ هنا نستعرض فعلا ربما دراسات أجريت على مجموعة ربما من الرجال والنساء في هذا الموضوع، في موضوع الذكاء الرياضي، ربما أيضا بعض، ربما ننظر إلى حالات معينة في مجتمعات معينة، ربما نكتشف من هذه الحالات أن هناك نساء أذكى من الرجال حتى في الرياضيات. وفي ذلك هنا يثور الجدل، هنا يثور النقاش، ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أن هذا التصريح صحيح أم خاطئ.